pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Il regarde même pas le ballon. Pas eu... اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقه الجديده اللي نخصوها في اول امر لهذا السيد اللي قذف الكره الاخيره اللي باش كان يعطي شان المنتخب الجزائري ويقذفها بحال حكيمي هو ماشي هو حكيمي. في الجزء الثاني من الفيديو نشوفوا الاغنيه الجديده اللي تغنى فنانين المغاربه وليت تدوز اول مره في نهايه كاس العالم للانديه. سنعود. الجزائري كان عنده ضربه جزاء، ضربه ترجيحيه هي شجرها تفوز الجزائر بالشان لاول مره في تاريخها. فضل بعد ما استعملوا سير ثم استعملوا كذلك النيه ودير النيه، وهذا من حقهم، احنا ما قالك عند لا تحسد. بغى اللاعب الجزائري يدير بانينكا باش يهدي البلد ديالو هذا الكاس، بانينكا بحال اللي دار اشرف حكيمي في المباراه ديال اسبانيا. فهذا هو اللي وقع. نشوفوا مره اخرى ضربه جزاء. ان شان pour l'histoire مايوس. يعني شيء غريب وغريب جدا. كما كان الحال الجزائر كان يمكن تستحق الكاس بحال السنغال. مباركة متكافئه، ضربه ترجيحيه تبقى ضربه حظ، ما نجحتش الجزائر فيها رياضيا. منكم عندنا ما نقولوا لاعب النهايه يعني كانت تفضل تفوز بهذا الشان، خصوصا عمرها فاز بها، وكانت السنغال عمرها فاز بها، وبالتالي هذا الشان يعني من ناحيه رياضيه الجزائر يمكن نقولوا ما نجحت. يعني نشوفوا رئيس الحكومه الجزائريه الوزير الاول الجزائري معصب واحد العصب وبين العصب ديالو، يعني مبينو مزيان. من بعد بوغرا كاس كاس العرب نهاية الشان برافو. يعني بكل صراحه اطار محترم بوغرا. المنتخب السنغالي ما كناش ما احتفلوش به. ونشوفوا حتى الوقت اللي بزاف الناس قالوا علاش ما جاش انفونتينو وما جاش موتسيبي لمباراه الافتتاح. موتسيبي كان عنده في مباراه الافتتاح يوم 4 كان في الجزائر، وبالتالي شيء طبيعي باش ينهي الشان عادي يجي وتنظم يجي للنصف النهائي ونهايه كاس العالم الانديه اللي تبدا حقيقه يعني من ناحيه التسويقيه هي يوم الثلاثاء. كذلك انفونتينو يحضر نصف النهائي والنهائي وهذا المهم. وهناك اغنيه جميله اللي خرجت بعد خلي صوره زوينه وتاريخ للاجيال ارض الصحراء والجبال يا حاتم عمور، وتغنيوا فيها كذلك نجوم كبار اللي يوم السبت المقبل في نهاية كأس العالم ولا الدور بمركب مولاي عبد الله هي مشاركة مزيان في هذا الآن. يعني بعد التواني المباحة أو المتاحة لنا في الفيديوهات ديالنا في اليوتيوب، كما كان الحال كنا تنتمناو باش الوداد يكون حاضر في نصف النهاية والنهاية على الأقل، يلعب مباراتين أخرى يعني نصف النهاية ومباراة ترتيب على الأقل. مع كل أسف الوداد لم يفلحوا الحظ أمس باش يدوز لنصف النهاية. كما كان الحال هناك ناديين عربيين عريقين لاعبين نصف النهائي، الاهلي ضد ريال مدريد في قمه جميله بمركب مولاي عبد الله يوم الاربعاء المقبل، ويوم قبل ذلك فلامينغو البرازيلي سيواجه فريق العربي الثاني الهلال السعودي. وبالتالي كاين امل يمكن بسيط باش نشوفوا فرقه عربيه في نهايه كاس العالم. كما كان الحال يعني ريال مدريد تنظر فوق على الورق، رغم ان المباراه ديال اليوم في مايوركا ما كانتش جميله نهائيا على الورق، اقوى من الهلال،
فلامينغو على الورق كذلك اقوى من الاهلي، وفلامينغو اقوى من الهلال، ولكن تنتمنوا على الله باش نشوفوا على الاقل مفاجاه واحده في النص النهائي، ولما لا مفاجاتين، ونشوفوا نهايه عربيه في كاس العالم باش تدخل علينا 2023 بطريقه جميله وجميله جدا. كما كان الحال في المباراتين اللي غطيتهم، لا في طنجه بين الاهلي واوكلاند، لا بالرباط بين الوداد والهلال السعودي، التنظيم كان محكم بطريقه يعني عصريه، طريقه فيفا، الفيفا يعني تنظيم عالمي على الواقع. برافو على المنظمين، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله.